الله وبركاته. كان يا مكان كان حتى كان وبقديم الزمان. قصتنا اليوم بديت أعلن بصليت عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبدأ قصتنا ديال اليوم، فضلا وليس أمرا، المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. ودابا نبدأ على بركة الله. قصتنا ديال اليوم كتحكي واحد الراجل كيحكي باللي في يوم من الايام وهو بالليل وفي الدار ديالو، ويجي واحد اتصال هاتفي. فاش رد على التليفون ويتجاوب واحد المراه، ديك المراه معصبه وكتهضر بواحد النبره ديال الامر، كتقول لي نقص عندنا الموسيقى خلينا نعسو هذا الليل. وهو يا معجبوش الحال، ماشي كونها انها قالت لي نقص الموسيقى، راه شي حاجه عاديه ما كاين حتى مشكل عنده، ولكن اللي معجبوش الحال واللي عصبو ووترو والنبرة كيفاش كتهضر معاه، كتهضر معاه بالامر وبقلة اداب. صاحبنا نقص الموسيقى ونعس ديك الليله معصب. لا غد ليل مع الصباح ونزل الخدمه ديالو، ما عجبوش الحال، تلقى بالكونسييرج بواب العماره، هو يقول ليه قول للجاره ديالنا هاد المره اللي بغات تهضر معايا تهضر معايا باداب، راه الطريقه باش هضرات معايا البارح هذيك راه ديال قله الاداب، سينو مره اخرى غادي نجاوبها بطريقتها انا يا خيبه. هو يقول لي شكون جارتك؟ هو يقول لي راه عيطات ليا الجاره اللي في الشقه اللي في جنبي، كتقول لي نقص علينا الموسيقى الليل هذا خلينا نعسو. قال لي انا مابقاش فيا الحال انها تقول لي نقص الموسيقى، ما عندي حتى مشكل، ولكن فين بقى فيا الحال انها الطريقه اللي هضرات معايا بها طريقه منفخه وخايبه وما عجبتنيش. هو يجاوب البواب ويقول لي اصلا الشقه اللي جنبك راه ما كيسكن فيها حتى حد، هذيك الشقه راها مجوره، والسيده اللي كانت تسكن فيها راه واحد النهار تلقيناها مقتوله فيها، ومن تما كنا تسدات الشقه وتا واحد ما ساكن فيها. الراجل مات بالخلعه ووجهه صفار، كمل طريقه للخدمه ديالو والنهار كامل وهاد القصه كدور في بالو. هو ياخذ واحد القرار، قال بالعشيه فاش رجع انا غادي نهضر مع صاحب الشقه اللي انا مستاجر من عنده الشقه ونقول ليه حسن لهنا وبركه، صافي انا غادي نفسخ معاك عقد الشقه، وحتى داك التسبيق اللي دفعتو لك النهار الاول غير الله يربحك به. ايوا هادشي اللي نوى. النهار كامل هو خدام، بالعشيه بدا راجع للدار ديالو، ركب في السانسور طالع ويركب معاه واحد الجار، ويقول لي تسمح لي عافاك نسولك، قال لي مرحبا، قال لي غير بغيت نسولك واش الشقه الرقم فلان فلاني واش بصح لقيتو فيها شي نهار شي سيده مقتوله فيها؟ قال لي هادشي اللي كاين وبصح هاد الاخبار، ولكن شكون اللي قالها لك؟ راه قليل ديال الناس اللي كيعرفوا هاد الخبر، لان كاع الساكنه اللي كاين هنا في العماره كلهم جداد. ويقول لي راه قالها لي البواب. الراجل هو يتفاجئ ويقول لي حنا اصلا العماره ديالنا ما فيها لا بواب لا والو. هنا الراجل زاد خلعته خلعتين، مشى كيجري للدار ديالو، شد سويرته تحل بالخلعه، دخل الدار سد عليه الباب. هو يعيط ديك الساعه لمون الشقه، هو يقول لها سيدي انا بغيت نسلمك الشقه ديالك والمستحقات ديالي وداكشي اللي دفعت ليك النهار الاول غير الله يربحك به. هو يقول لي علاش اشنو واقع؟ هو يحكي لي القصه وما فيها، هو يضحك داك صاحب الشقه ضحك بواحد الطريقه خبيثه، ويقول لي علاش كتضحك؟ واش انت كتشوفني في هذا الحال وانت كتضحك؟ هو يقول لي اصلا ديك العماره انت اللي ساكن فيها راه ما ساكن فيها حتى واحد، رب وحدك اللي ساكن فيها. وهذه قصتنا ديال اليوم خفيفه ظريفه، كنتمنى انها تنال اعجابكم. الى عجبتكم قصتنا ديال اليوم ما تنساوش دعمنا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا ساده يا كرام، والسلام ختام.